من قبل كان سيمو أيوب وياسين كيلعبوا كرة، كانوا مقصرين عادي حتى ضرب سيمو الكرة مجهد وطيرها لواحد الدار. وشدوا فيه الدراري باش يمشي يجيبها، وفاش دخل ديك الدار ما كانش على باله بلي كاينين تما شي أشباح. ومن بعد الخبر وصلت لحمزة اللي جاه الشك ومشى باش يتيقن من ديك الهضرة. وتما لقى واحد الشبح اللي بقى تابعو فين ما مشى. من بعد ما كان غيب فاقوا لقى راسو مع واحد السيد اللي كان عاود ليه على تجربته مع الاشباح، ولكن اللي ما كانش على بال حمزه هو باللي داك السيد هو واحد من دوك اشباح بالملام الله. غزلان السلام. جابك الله. شنو كاين؟ بغيت ندوي معاك على حمزه وسيم. مالهم؟ ما بانوش لي. لا علاش؟ مالين دارهم تيقلبوا عليهم شي سيمانه هادي حتى واحد ما عرفهم فين. اول المهم هي الخبر في راسك، الا وصلتك شي حاجه علمي. ما جربتوش تعيط عليهم في تليفوناتهم؟ تليفوناتهم طافين. المهم انا نخليك نمشي نقلب عليهم. عرفتي شنو؟ ما حد ما يدي ما يدار كيبان لي غنمشي نقلب عليهم حتى انا. صافي احسن كاع. المهم انا غادي نمشي. صافي باش ما كان على المكان. وهي تفكر غزلان باللي اخر مره شفت حمزه كان غادي فيها الدار المسكونه، وهي تقرر باش تعيط على ايوب باش تسولو على السيمو. الو ايوب بغيت نسولك. وفاش عيطت عليه قال ليها باللي اخر مره شافوه هي فاش كان خلاوه في الدار المسكونه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
عافاك بس قد لي واحد البحث. اه واخا ندير اش البحث ديال اشباح في نملان. اشباح في نملان واخا معاك. هاك اختي هو البحث شوف اش هو داك. وي هو هذا. شحال عندي؟ جوج ورقات تقول 3 درهم. هاك شكرا بزاف. مرحبا اختي. مرحبا تبارك الله عليك. من بعد ما قرات البحث عرفت بلي كاين واحد اللي يقدر يعاونها. كنت سناك كنت عارفك بلي غادي تجي لهنا. وكيف درتي حتى قبل ما تقولي شي حاجه انا عارفك اللي جيتي لهنا. جيتي باش تعرفي شي حاجه ماشي حتى تما شي حاجه ما كتدخلش للراس شي حاجه بنادم ما يقدرش يتيقها شي حاجه عندها علاقة بناس كتعرفيهم شي حاجة عندها علاقة بشي دار ديك الدار حتى واحد مكيقرب ليها ديك الدار كدور على شي هدرة في شي مشكل ديك الهدرة كتقول بلي ديك الدار مسكونة كاين هادشي ولا مكاينش؟ كيفاش عرفتي؟ ديك الدار مسكونة ودوك صحابك اللي كتقلبي عليهم راه كاينين فيها وديري في بالك اللي ما بقاوش صحابك حك هما دابا ولاو منهم ديك الدار مسكونه فيها اشباح ودابا صحابك ولاو اشباح واي واحد كيقرب منهم غادي يولي منهم واشنو بغيتي تعرفي الحل انا غادي نقول لك الحل ولكن بشرط هاد الشرط اللي عندي ماشي سهل لو بغيتي تعرفي الحل خاصك تبيني ليا باللي راكي تقدري على هادشي نبغيك تمشي لديك الدار وترجعي بلا ما يطرى لك والو وديك الساعه الحل بين يديك يلا سيري اش كتسناي الو حسين فينك؟ شوف عرفتي ديك الدار المسكونه نتلاقاو خدامه دابا راني عرفت فين غادي نلقاو السيمو حمزه
انظر انا عرفت وفين كاينين وفين غادي نلقاو شنو نعرفو انت واش هبلت انا ما نقدرش ندخل للدار Rolling. S2, T3, and action. Out. Huh? عفوا ترازا. يلا سير. خصكم تشوفوا في الكاميرا. اثنان المحاولة السادسة حركة نجومية زيد صاحبي ربنا نصور نجومية خرج من الفيس